اختتم وفد مجلس النواب المشارك في اجتماعات الدورة 62 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي المنعقدة حاليا في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. اختتم اجتماعاته حيث تناولت اللجان المشاركة مواضيع متعددة ركزت على المسائل المرتبطة بأمن منطقة الشرق الأوسط والتعاون بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة إسطنبول سعادة السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، إذن ما أهمية مشاركة مملكة البحرين في اجتماع الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي؟ مساء الخير، وأمتاز طبعا هذه الفرصة لكي أمسي بالخير عليك وعلى السادة المشاهدين. قبل التطرق إلى موضوع أهم المواضيع التي تناولتها اجتماعات الدورة 62 للجمعية البرلمانية، أود هنا أن أذكر بأن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات تأتي استكمالا لجهود المجلس النيابي في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي دشنها معالي الأخ أحمد الملا رئيس المجلس. وكما تعلمون بأن هذه الدبلوماسية تؤكد على موضوع الشراكة والتعاون مع البرلمانات والمؤسسات سواء الضمنية أو الدولية. نحاول من خلال هذه المشاركات أن نتبادل وجهات النظر ونبين الحقائق والوضع على أرض الواقع في مملكة البحرين، نعم، ومدى نضج التجربة التشريعية في مملكة البحرين. طبعا المشاركة هذه المرة في اجتماعات الدورة 62 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي أو الناتو هي مشاركة مهمة، لأن هذه الجمعية يعني تشكل وجهة نظر 28 دولة فاعلة في صنع القرارات في الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات السياسية والأمنية. نعم. وهي تعد كذلك الهيئة الأعلى إذا أذنت لي في صنع القرار على مستوى الدول الأعضاء، وبالتالي عندما نشارك نحن نؤكد على مكانة مملكة البحرين ونشارك كذلك معهم في مناقشة هذه التقارير وتبيان وجهة نظرنا نحن في مملكة البحرين. نعم سعادة النائب. نعم. نعم، بالنسبة لهذه التقارير تطرقتم إلى مناقشة ملفات الأمن ومحاربة الإرهاب إضافة إلى موضوع وضع اللاجئين، أهم ما خلص إليه هذا النقاش إذا تفضلتم؟ نعم، طبعا الدورة الحالية يعني كان فيها 5 لجان، هذه اللجان تناولت تقارير مهمة مثل ما أسلفت أنت، يعني كان وضع اللاجئين وكذلك أيضا موضوع محاربة الإرهاب والقضاء على ما يطلق عليها داعش، هو يمكن أهم ملفين تناولهم في اليوم الأول. اليوم كان هناك أيضا تقرير حول الأمن في منطقة الخليج، وهذا التقرير مهم جدا لأن هذا التقرير الذي وضعته المنظمة يعتبر يعني ورقة هامة تعتمد عليها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عندما تتخذ قرار عن منطقة الخليج، خاصة الوضع الأمني والوضع السياسي. نعم. فيما يتعلق بموضوع اللاجئين، التقرير طبعا أشاد بالجهود التي قامت بها مجموعة من الدول ومن ضمنها طبعا تركيا ومن ضمنها أيضا بعض الدول المنطقة العربية الأردن وغيرها. نعم. في أنها أوجدت مكان لرعاية اللاجئين، ونحن كذلك بينا مع الوفود الذين التقينا فيهم ما قامت به مملكة البحرين من مبادرات نوعية بقيادة سيدي صاحب الجلالة، فإنها وجدت يعني مناخا للاجئين لكي يتعلموا ومناخا أيضا آخر لكي يكون هناك خدمات صحية متكاملة. غدا طبعا سيكون ختام هذه الفعالية، وغدا سيلقي الرئيس التركي أردوغان يعني أو يقدم ورقة سيتحدث فيها عن الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك أيضا رئيس البرلمان التركي. إذا أذنت لي في عجالة، التقينا اليوم كذلك مع رئيس الجمعية حلف الناتو السيد مايكل تينر، وهو طبعا عضو معروف جدا في مجلس النواب الأمريكي وعضو بارز في لجنة ما يطلق عليها لجنة القوات المسلحة. أكد هو خلال هذا اللقاء الرسمي اليوم معارضته الاتفاق النووي مع إيران. نعم. وقال بأن ذلك ليس في مصلحة الاستقرار الإقليمي، وقال كذلك أن أبقاء العقوبات على إيران يجب أن يأخذ حيز أكبر كونها أكبر راعية للإرهاب في العالم. وفي تقديري وتقدير الأخوة النواب الذين حضروا معي بأن هذا التصريح هو تصريح مهم يأتي من رجل يترأس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، وهذا يمكن مثال على يعني على مشاركات يعني أعضاء المجلس النيابي أو حتى أعضاء مجلس الشورى
نعم عندما يشاركون في هذا الاجتماع بإمكانهم أن يقدموا وجهة نظر مغايرة للوضع على أرض الواقع. نعم سعادة السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول، شكرا جزيلا لك.